قبل نحو عامين وثقت كاميرا النهار أولى خطوات تشييد أساسات مركز حضارة الشبابية مبنى العلامة الجزائري الراحل الفضيل الورتلاني بمدينة غزة. اليوم أنجز وأصبح بهذه الصورة، ففي أجواء احتفالية وبرعاية جزائرية افتتح المبنى. اليوم نفتتح المشروع الأكبر لخدمة الشباب الفلسطيني، هذا المشروع باسم العلامة الكبير فضيل الورتلاني نخلي الذكرى في فلسطين. هذا المشروع أتى بتبرع من الشعب الجزائري المعطاء الذي ساهم في بناء هذا المشروع الكبير في قطاع غزة وخلد ذكرى المرحوم فضيل الورتلاني. الافتتاح الذي سبقه إقامة حفل في حديقة المبنى حضره لفيف من نخبة الشعب الفلسطيني والذين استمعوا لشروحات وكلمات القائمين حول أهداف ونشاطات المركز الشبابي. سيقدم الخدمات الرياضية والثقافية والتربوية والتنموية والتدريب والدورات وورش العمل والعمل عن بعد للشباب الفلسطيني، للفتيات الفلسطينيات، لذوي الإعاقة. وجود المركز في هذا الحي يعطي فرصة لخدمة عدد كبير من الشباب، خاصة وأنه ينقص هذا الحي العديد من المراكز الثقافية. مختصون في الشأن الثقافي رأوا بإقامة هذا المركز إضافة نوعية للمشهد الثقافي والشبابي بقطاع غزة. وأعتقد بأنه هذا المركز يضيف إضافة نوعية للمراكز الشبابية والمراكز الثقافية في قطاع غزة، بما يعني بأن فلسطين تتجمل من خلال هذا الحضور وهذا المركز. وقفية جزائرية تقع في حي التفاح شرق مدينة غزة رأت النور اليوم، والتي ستبقى شاهدة على الدعم والاحتضان الجزائري للشعب الفلسطيني. شعب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين.